الليبيد طبعا هي بايو مولكيول برضو زي الكربوهيدرات، بتحتوي برضو في الاستراكشر بتاعها على السي والاتش والاو، الكربون هيدروجين اكسجين. ممكن اعرفها بان هي هيتيروجينيوس جروب كومباوند انكلود الفات الاويل الستيرويد الويكس الشمع، كل دي انواع من الليبيد. طبعا هي related more by their physical properties than their chemical properties. الأهمية بتاعتها إن هي relatively soluble in water و soluble in polar non-polar solvent زي الإيثر الكلوروفورم البنزين. طبعا الكلاسيفيكيشن بتاعه الليبيد بتنقسم الى سيمبل ليبيد طبعا اللي هي استر او فاتي اسيد اند الكحول بس اونلي، مفيش لها اي اضافات زي الفاتس والويكس. عندي الكومباوند ليبيد، كومباوند او كومبلكس ليبيد هي استر او فاتي اسيد مع الكحول مع اديشنال جروب طبقا لكل مكون من المكونات، زي مثلا فوسفو ليبيد يبقى يحتوي على فوسفيت، جلايكو ليبيد يحتوي على كربوهيدرات مويتي، سلفو ليبيد يحتوي على السلفر، لايبوبروتين بيحتوي على البروتين and so on. درايفد ليبيد، درايفد ليبيد او البريكيرسور ليبيد طبعا ده اللي هو بيكون لي الليبيد سولوبل فيتامين والستيرويد هرمون داخل في الاستراكشر بتاعه. اذا برضو انا لازم ابقى ملم بالاستراكشر بتاع الليبيد علشان اقدر اتكلم على الايد بتاعه والميتابوليزم بتاعه. طبعا بداية المنهج بتاعنا اننا نتعرف على عملية الدايجيشن وعملية الابزوربشن، عملية الهضم وعملية الامتصاص ازاي بتتم في الكربوهيدرات والليبيد. هتعرف طبعا على الدايجيستيف سيستم ان هو بيتكون من ايه، بيتكون من الماوس او الاورال كافيتي الفم، ثم بعد ذلك اللي انا بقى مهتم بيه اللي هو الاستومك المعدة، ثم السمول انتستين او الامعاء الدقيق. طيب انا اهتم باجزاء معينة في الدايجستيف سيستم والفايدة بتاعتهم في عملية الدايجشن، ثم بعد ذلك عملية الابزوربشن. بعد ما اتعرف على عملية الدايجشن ابزوربشن خلاص دلوقتي انا هضمت وامتصيت، هستفيد منه بقى بايه؟ بان انا ادخله في عملية الميتابوليزم. الميتابوليزم او الايض بينقسم الى جزئين، يا اما عمليه كاتابوليزم يا اما عمليه انابوليزم، وهنتعرف عليهم ان ديتيلز. طبعا اذا اتعرفت على الميتابوليزم والفكره بتاعته ماشيه ازاي، اذا هقدر اوصل للديس اوردر او الديزيز اللي انا ممكن اتعرض لها وايه اسبابها، ايه النقص اللي موجود عندي، ايه الانزيم اللي فيه ديفكت، اقدر اعالج هذه الامراض. وبكده اكون انهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها. شكرا يا شباب.